شكلت الخطب الملكية على امتداد العقد ونصف الأخيرين دعوة مستمرة لتأهيل الدبلوماسية المغربية ولتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية. شعبي العزيز، إن وسيلتنا لبلوغ هذه الأهداف الكبرى هي الحكم القويم الذي تتكامل فيه السياسة الداخلية القائمة على تعبئة كل إمكاناتنا الذاتية مع سياسة خارجية قادرة على التفاعل مع التحولات الدولية المتسارعة، وذلك بالاستثمار الأمثل لتطور الديمقراطي للمغرب ورصيده الحضاري وموقعه الجيوستراتيجي المتميز كشريك دولي وقطب جهوي لحسن الجوار والاعتدال والتسامح. ولتحقيق ذلك فإننا حريصون على بلورة مفهومنا للدبلوماسية الفاعلة الرسمية منها والموازية المرتكزة على البعد الاقتصادي والأمن الشامل المتحركة في الدوائر الرئيسية الثلاث للجوار والتضامن والشراكة، دبلوماسية متجددة الهياكل وملتزمة بالحوار والشرعية الدولية كوسيلة فعالة للمكافحة الجذرية للكراهية والتطرف والإرهاب والانتشار أسلحة الدمار الشامل حيثما كانت، والنضال مع دول الجنوب من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إطار الاندماج الإقليمي والانخراط الإيجابي في أولمة ذات بعد إنساني وإيجاد نظام عالمي جديد أكثر توازنا وإنصافا. وتظل المملكة المغربية بقيادة العاهل الكريم وعلى الدوام أرضا للقاء والحوار والسلام للدفاع عن القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وصاحب الجلالة بصفته رئيسا للجنة القدس له دور ريادي ومبادرات خلاقة، خاصة من خلال جهود جلالته المتواصلة واتصالاته العديدة مع رؤساء الدول والأطراف المعنية ومشاوراته المنتظمة مع الرئيس الفلسطيني وأعضاء لجنة القدس، مؤكدا جلالته أن أي مساس بالوضع القانوني والسياسي والتاريخي للقدس ستكون له تداعيات خطيرة على السلام في المنطقة، ويقوض الجهود الدولية الهادفة لخلق أجواء ملائمة لاستئناف مفاوضات السلام. والمملكة المغربية تبادر في حينه وعند كل سلوك إسرائيلي خطير ومنافي للقانون الدولي، وتخفف من معاناة الشعب الفلسطيني تجسيدا للتضامن الميداني والملموس عبر مبادرات إنسانية. والالتفات المولوية السامية المتعلقة بإقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة بالأراضي الفلسطينية هي مبادرة هامة من الناحية الرمزية ومن الناحية السياسية والدينية، فهي مبادرة تؤكد أن الموقف الوطني المغربي ثابت تجاه المقدسات الدينية والسياسية التي ترمز لها القدس. وتولي الدبلوماسية المغربية أهمية بالغة لتطوير علاقات متميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي الذين تجمعهم بالمملكة المغربية وشائج الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل والتفاهم الموصول، ويعمل الجانبان معا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية النموذجية التي تم إرساؤها في 2011. وتدرك المملكة المغربية وبلدان المجلس الست أهمية العمل العربي المشترك وضرورة توحيد الصف العربي، وذلك انطلاقا من المعطيات التي تفيد بحتمية الترابط بين العروبة والإسلام. وفي عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله عرفت العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تطورا كبيرا، إذ أصبح المغرب فاعلا مركزيا في الاتحاد الأوروبي بفضل تطوير علاقات الشراكة ضمن منهج مدروس لعبت فيه الدبلوماسية المغربية دورا أساسيا جعله يتمتع بوضع متقدم ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي.
ولقد أدركت الدبلوماسية المغربية كذلك أن طبيعة التحالفات تغيرت بعد نهاية الحرب الباردة، وأن المصالح الحيوية أصبحت هي المؤطر الأساسي لسلوك الدول الكبرى. وهكذا، وعلى الرغم من تطور العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اعتبار المغرب شريكا استراتيجيا خارج الحلف الأطلسي وتوقيع اتفاقية التبادل الحر ودخولها حيز التنفيذ والشروع في لقاءات التعاون الاستراتيجي، فإن المغرب ما فتئ ينوع شراكته منفتحا على الفاعلين الجدد مثل روسيا والصين والهند، أو على البلدان الصاعدة في آسيا وأمريكا اللاتينية. وتوجه المملكة المغربية نحو إفريقيا لم يكن قرارا عفويا، ولم تفرضه حسابات ظرفية عابرة، بل هو وفاء لتاريخ مشترك وإيمان صادق بوحدة المصير، كما أنه ثمرة تفكير عميق وواقعي تحكمه رؤية العاهل الكريم الاستراتيجية والاندماجية البعيدة المدى وفق مقاربة تدريجية تقوم على التوافق. شعبي العزيز، لقد اخترنا نهج سياسة تضامنية وإقامة الشراكات المتوازنة على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق النفع المشترك للشعوب الإفريقية. فالمغرب لم ينهج يوما سياسة تقديم الأموال، وإنما اختار وضع خبرته وتجربته رهن إشارة إخواننا الأفارقة، لأننا نؤمن بأن المال لا يدوم وأن المعرفة باقية لا تزول، وهي التي تنفع الشعوب، وهم يعرفون ذلك ويطلبون من المغرب التعاون معهم ودعم شهودهم في العديد من المجالات وليس العكس. كما يدركون حرصنا على بناء شراكات مثمرة معهم تقوم على استثمارات وبرامج تنموية مضبوطة بين القطاعين العام والخاص في الدول المعنية. وترتكز السياسة القارية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على معرفة دقيقة بالواقع الإفريقي أكدتها أكثر من 50 زيارة قام بها صاحب الجلالة لأزيد من 29 دولة، وعلى المصالح المشتركة من خلال شراكات تضامنية رابح رابح. وخير مثال على هذا التوجه الملموس المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقت كأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، وبناء مركبات لإنتاج الأسمدة بكل من إثيوبيا ونيجيريا، وكذا إنجاز برامج التنمية البشرية لتحسين ظروف عيش المواطن الإفريقي كالمرافق الصحية ومؤسسات التكوين المهني وقرى الصيادين. وقد تكللت هذه السياسة بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة المغربية ودول القارة الإفريقية، ورجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي والموافقة المبدئية على الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. ويشكل رجوع المغرب إلى المؤسسة القارية منعطفا دبلوماسيا هاما في السياسة الخارجية لبلادنا، فهو نجاح كبير لتوجه المغرب الإفريقي، وشهادة من الأشقاء الأفارقة على مصداقية المغرب ومكانته المتميزة لديه. لقد أولت المملكة المغربية اهتماما خاصا للقارة الإفريقية خلال القمة 22 للمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ كوب 22 التي انعقدت بمراكش في نوفمبر 2016. وتأكيدا لهذا التوجه حرص صاحب الجلالة شخصيا على الدعوة لعقد القمة الإفريقية الأولى للعمل على هامش مؤتمر كوب 22، والتي جعلت من انبطاق إفريقيا كقوة صاعدة شعارا لأشغالها. وعبأت المملكة المغربية كل طاقتها وسخرت خبرتها في مجال التصدي للتغيرات المناخية، ووفرت كافة الشروط لإنجاح المشروع الجامع والمتكامل المتعلق بالصندوق الأزرق لحوض الكونغو. في خضم سعينا لبناء إفريقيا الغد، تبرز الحاجة الملحة إلى المحافظة على البيئة بوصفها أساسا لانبثاق قارتنا كقوة جماعية صاعدة، والذي سيشكل بدوره قاعدة متينة لصرح النمو الاقتصادي
وبالتالي ينبغي أن نعمل سويا على مراعاة ارتفاع حرارة الأرض وما يتصل به من مخاطر في مختلف سياساتنا، وعلى تحويل اقتصادياتنا بما يجعلها تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة. إن حضورنا هنا اليوم لا يجسد حرصنا على وضع هذه القضايا في صدارة اهتماماتنا وإلائها الأولوية القصوى في جهودنا، وهذا ما يؤكد عزمنا الراسخ على تفعيل مبادرات ملموسة كفيلة بصون حقوق الأجيال القادمة. ولن تدخر المملكة المغربية أي جهد في سبيل تفعيل المشاريع الكبرى المهيكلة لقارتنا، ومن هذا المنطلق يتعين القطع مع كل التصورات التي تتوجس من المخاطر المرتبطة بالتحديات الأيكولوجية، وذلك باعتماد منظور يركز على استثمار الفرص التي تنطوي عليها. تلكم هي روح التزامنا المشترك اليوم، التزام عنوانه المسؤولية المشتركة والتضامن الإفريقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتعتزم المملكة المغربية بفضل الدور القيادي للعاهل الكريم والمكانة الروحية لجلالته وإشعاعه على الأصعدة الدولية والإقليمية والإفريقية تقديم مساهمتها الكاملة ومسارها المتفرد ونموذجها الفريد في مجال الإصلاحات السياسية والاجتماعية لتعزيز هذا التحالف الضروري وهذه الشراكة الاستراتيجية لمواجهة التحديات المرتبطة على الخصوص بالتنمية المستدامة والأمن وحفظ السلام والتعاون جنوب جنوب وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، فضلا عن الحوار بين الحضارات.